كثير من الشباب إلا ما شاء الله كثير السفر خارج البلاد، وأنتم تعلمون ما يقعون فيه من الزنا وشرب الخمر. فإذا تقدم أحد من هؤلاء الشباب للزواج، هل نزوجهم بعد أن لوحظ عليهم الصلاح؟ والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ليس كل شباب ذهب إلى الخارج يكون فاسدا، قد يكون بعض الشباب من أصلح الناس وهو في الخارج، وقد يكون من الجمعيات والعمل الصالح والدعوة إلى الله ما تقر به العيون، وقد يكون أصلح من حاله في بلاده، لكن الأكثر يسلب ويتغير. أكثر من سافر الخارج إلى إنجلترا أو إلى فرنسا أو إلى أمريكا تتغير حاله إلى فساد، هذا هو الأغلب عليه في دينهم وأخلاقهم نسأل الله العافية. فإذا لم يظهر منه الفساد فإنه يزوج، أو كان فاسدا ثم تاب وظهرت عليه إمارات التوبة يزوج، التوبة تجب ما قبلها. والحمد لله.